وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم، اللهم آمين. سيدنا أبي بن كعب يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجعل جزءا من صلاتك عليه من يومي؟ قال: إن زدت فهو خير. قال: أجعل نصف صلاتي عليك يا رسول الله؟ قال: إن زدت فهو خير. قال: أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله ولك؟ ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. عندك هم أكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ في شيء شغلك أكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خايف من يوم القيامة؟ إن أنجاكم من أهوال يوم القيامة أكثركم علي صلاة. والله أعلم. أم عبد الرحمن من الشرقية، تفضلي. أنا عندي حلم كده دايما بيتردد عليا. تفضلي يا فندم. اللي أنا حضرتك يا دوبك أخش أنام الاقي في زي ما تكون، يعني انا كاني في اوضه ومسافه ما اخش الجو نور وكل حاجه، بس الاقي الجو ضلمه عليا فظيع، وادني احسس واشوف انا عايزه اقول حاجه مش قادره، بس السبب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده باستمرار لحد ما يزول عني. ده يا ام عبد الرحمن، ايوه ده كابوس. ده ايه كابوس؟ ده بيجي لك في اول النوم كده، يا مسافة ما أخش أنام. أول ما لحظات كده، أيوه، إن أنت ما تلاقيش، مش عارفة تتكلمي، بتندهي على حد ومش سامعك، بتطلع سامي في لسانك. طيب أنا يعني أعمل إيه؟ أنت منتظمة في الصلاة ولا لأ؟ الحمد لله. طيب يا رب دايما. إزازة مسك كده من عند العطار، أيوه، بعشرين جنيه إزازة مسك اللي هي الأحمر ده، وحمسي في ودني كده اليمين وودني الشمال. طيب، وحقول أذكار المساء، إن أنا هقرأ الفاتحة وآية الكرسي، بس تقري كل هو الله أحد عشان الكابوس ده 11 مرة والزلزال 11 مرة. في حاجة تانية عندك؟ الحلم التاني حضرتك اللي إن شاء الله بنتي دايما تشوفني اللي أنا والدة وتخش عليا و بديها بنت في ايديا وبتقول لي يا ماما هي ديت، بس قلت لها لا دي ميته وانا هجيب لك واحده تانية، بس انا الحمد لله يعني يا استاذ ام عبد الرحمن، ايوه ابشري، دي استجابه دعوه ليكي. اللهم امين يا رب. لكن اجعليها دايما بين الصلاه على سيدنا النبي. عارفه ليه؟ لان كل الاعمال بين القبول والرد الا الصلاه على سيدنا النبي فانها لا ترد. فانت ما تحطي حاجه دعائك بين الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يقبل الصلاة الأولى والصلاة الثانية وأكرم أن يدع ما بينهما. الله أعلى وأعلم. إيه تاني عندك حضرتك؟ أنا عندي سلفتي حلمت اللي هي لابسة فستان أبيض جميل وأنا خشيت عليها فهو عجبني، فقالت لي: هو أنت يا أم عبد الرحمن عايزة تروح الحج؟ قلت لها: اللهم أمين يا رب أروح. فهي حلمت اللي انا فعلا رحت الحج وجيت حضرتك طيب فستان ابيض للست اللي لبس الساتر ده عليها، ده ادراك امن وامان. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، ده إدراك أمن وأمان. طيب إما أشوف إن أنا رايح الحج وأذن في ربنا يوعدنا جميعا يا رب ويكتب لنا إن إحنا ندخل بيت الله الحرام آلاف المرات ونرى التجمع فيه كما كان يأخذ بالمليون واحد، ده أول بيت وضح على الأرض، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف. فأنت ما تشوف أن أنت رحت الحج
الله يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. والله أعلم وأعلم. أستاذ عبد الله من القاهرة اتفضل. دائما الإنسان ما ربنا بيمن عليه إنه يذهب إلى بيت الله الحرام، ده استجابة الدعوة وإدراك منافع وتحقيق أماني. وهنا لينا وقفة مع الإمام الشافعي، شاف في الرؤية إنه يطوف بالكعبة فقابل سيدنا علي بن أبي طالب فاحتضنه ونزع خاتمه من إصبعه ووضعه في إصبع الإمام الشافعي، فلما قص رؤياه قال: إدراك الأمن والأمان لأنك في بيت الله الحرام. وزينة الإمام علي كان في العلم الذي وهبه الله، تكن لك نفس الرفعة ونفس الشهرة، فكان